الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله. من البلح الأسود في المنام في غير أوانه رؤيا غير طيبة، يجب على صاحب الرؤيا أن يتقرب لله عز وجل. رؤية البلح الأسود في منام التاجر علامة على أرباح كبيرة والله أعلم. في منام المتزوجة تدل الرؤيا على إنجاب الذكور والله أعلم. وإذا رأى المسجون البلح الأسود علامة على الحرية والخروج من الحبس. رؤية البلح الأحمر للأعزب في المنام علامة على الزواج من فتاة جميلة والله أعلم. تناول البلح في غير موسمه في المنام علامة على مشاكل تصيب صاحب الرؤيا. أكل البلح الأحمر الفاسد في المنام رؤيا يجب التقرب بعدها لله عز وجل والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه البلح الأحمر علامة على الرزق والخير الوفير والله أعلى وأعلم. شراء البلح من السوق في المنام علامة على الحصول على الكثير من الأموال والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة في منامها أنها تسرق البلح دل هذا على مشاكل زوجية كبيرة ربما تؤدي إلى الطلاق والله أعلم. كما تدل رؤية بيع البلح في المنام علامة على مشاكل كبيرة في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. جمع البلح في المنام يدل على الزواج من امرأة ذو منصب كبير وعالي والله أعلم. إذا رأى النائم في منامها أنه يأكل البلح المدفون تحت الأرض تكون إشارة على حصوله على كنز والله أعلم. تناول البلح من الشجرة في المنام علامة على الحصول على الأموال الكثيرة في الواقع والله أعلم. أكل التمر في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يعاني من المشكلات لو كان هذا التمر فاسد والله أعلى وأعلم. تناول التمر ذو المذاق الجميل في المنام علامة على اتباع التعاليم الإسلامية والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أن الثلج يتساقط من النخل علامة على انتهاء الاضطرابات وزوال الهموم من الحياة. أكل البلح يتساقط في غير موسمه علامة على زيادة الهم والمشاكل والله أعلم. تناول البلح بالنوى علامة على اختلاط الحلال بالحرام بالنسبة لصاحب الرؤيا والله أعلى وأعلم. تناول البلح الأحمر الفاسد علامة على الإصابة بالأمراض والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بتوزيع البلح علامة أنه يساعد الفقراء والمساكين في الواقع والله أعلم. دفن البلح بالأرض في المنام علامة على أكل أموال اليتامى والله أعلم. إعطاء البلح لشخص ما في المنام علامة على الدخول في شراكة بين الرأي وهذا الشخص والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يحمل البلح الكثير في يده وقام بتوزيعه على الناس علامة على فك كربه والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أن هناك شخصا متوفى يعطيه البلح رؤية محمودة تدل على الخير القادم لصاحب الرؤيا والله أعلم. كما تدل الرؤيا على الحصول على منصب هام وترفيه في العمل والله أعلى وأعلم. كل المصريين بيفسروا أحلام، ولا كلهم ولا بتاع، يعني لو 100 واحد بيفسروا من 100 مليون بس مثلا يعني، واللي بيفسروا عامة ما يكملوش 100 واحد. مين قال لك كل المصريين بيفسروا أحلام؟ ولا كلهم ولا بتاع بس. أخي المتوفى لابس حذاء رياضي والله أعلى وأعلم. لو أنت شفتيه يعني لابس حذاء رياضي وكويس يبقى أبو نعم في الدار الأخيرة والله أعلم. رؤية النقود الورقية كويسة علامة على زيادة الرزق الأيام القادمة والله أعلم. رؤية النقود الورقية كويسة مش وحش. زيادة في الربح يعني إما هتترقى في عملك هتورث كده يعني، هتسافر وتجيب فلوس أحسن من الأول والله أعلم يعني. ماشي يا عم، احنا قلنا يعني هي ما بتبقاش بالظبط يعني 100%، هي ما خدتش الحاجة يبقى في رزق، في رزق مش هتعرف تاخده في الواقع بس والله أعلم. بس يعني امرأة تحترق في المنام، امرأة تحترق في المنام والله أعلى وأعلم علامة إن في مشكلة هتحصل لها يعني، فضيحة، حد عاوز يعمل لها حاجة مش كويسة كده يعني. يعني هي الرؤية مش حلوة للأسف الشديد والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
رؤية الصبي المجهول في المنام لو كان جميل وشكله حلو يبقى الدنيا هتيجي للإنسان من مكان مجهول عنه، يعني هو ما هوش عارفه، برضه يجي له ترقية ما كانش متوقعها، فلوس كده لو كان شكله جميل. إنما لو كان والعياذ بالله شكله قبيح يبقى للأسف هيرجع لورا أكتر، يعني هيتأخر في دنيته أكتر للأسف الشديد، والله أعلى وأعلى. هو ده المقصود يعني، والله أعلم. أنا متزوجة حلمت أقول لا تموتن إلا وأنتم مؤمنين. والله كويسة، يعني معناه إن أنت مهتمة بالأمور دينك كويس، والله أعلم. بس أو لو كنت مقصرة دي رسالة من ربنا لك، اهتمي أكتر يعني. بس أنا بس كنت أطاردها في المنام، مش فاهم لسه الأحلام بتجيلك كتير. بس مقصرة يعني معناها من ربنا بيقول لك ما تقصريش، اهتمي بالصلاة أكتر، بقراءة القرآن كده يعني. بس وأهم حاجة في حياة الإنسان رقم واحد الصلاة، وبعد الصلاة قراءة القرآن. بس والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. الصبي نايم، بس كنت بتطرده. هو معناها كده اللي فيه خير جاي لك، بس انت مش هتعرف توصل له، او الخير ده مش هيوصل لك بسبب اللي انت مش عاوزه اصلا، او مش عارف توصل له، والله اعلم. بس اللي يشوف اللي هو ياكل بلح في المنام علام اللي هو يحصل على كنز كبير الايام القادمه، والله اعلى واعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكل التمر في المنام علامة طبعا الواحد مشاكله هتتحل، ولكن يكون التمر في إيه؟ في موسمه يعني. بس والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. لو حلمت اللي أنت بتصطاد سمك وكان السمك ده كبير الحجم ومن مية صافية، علامة اللي في رزق كبير جاي لك وواسع. لو كان السمك ده صغير علامة الرزق هيجي لك بس هيكون صغير. بس والله أعلى وأعلى. متزوجة رأت أتزوج من امرأة لا أعرفها، جميلة وليس الجلباب جديد والجزمة رأيت في المطر جهاز لك. شفت أنت بتتزوج امرأة جميلة يبقى في حدث كويس هيحصل لك الأيام القادمة، يعني مش شرط تتزوج، شغل يبقى أحسن تترقى كده يعني. رؤية الخطوبة في المنام للمتزوجة، والله أعلى وأعلم. علامة اللي هي مش راضية عن جوزها، كانت نفسها تتجوز واحد أحسن منه، والله أعلم. طبعا مش راضية عن زوجها أو عن شيء معين في حياتها الزوجية مضايقها يعني، فعشان كده شافت لها بتتزوج من جديد يعني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا